بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا الدرس راح نشوف كيف أننا نرجع مصفوفة من ميثود. يعني في دروس سابقة شفنا كيف أننا نرسل المصفوفة كبرامتر. في هذا الدرس راح نشوف كيف أننا نخلي الميثود تسوي لنا مصفوفة جديدة وترجعها لنا. راح نسوي الشيء هذا من خلال المثال التالي. يقول لك مثال يقول لك write a method that takes an integers array and returns a new array that has the elements of A in reverse. يعني معناته انه method تاخذ لك array of integers زين وبعد كده ترجع لك array جديدة يكون فيها عناصر الarray السابقة لكن بالمعكوس بالمقلوب. كمثال عندك ال first array هذه اللي فوق 1 2 3 4 5 6 فيها 6 عناصر من 1 إلى 6. نبغى الميثود ترجع لنا 6 5 4 3 2 1 تقلب لنا العناصر. طبعا مو بالضرورة تكون انت، يعني احنا راح نجربها هنا على انت، لكن ممكن انت تسويها بتشار، ممكن تسويها باي يعني اي مصفوفة تبغاها اذا بغيت تسوي تيستينج اضافي يعني او اختبار اضافي للبرنامج. اذا تبغى تفضل انك تحاول تحل البرنامج، وقف الفيديو الان، حاول تحل البرنامج او تحل السؤال هذا وارجع شوف الفيديو إذا كان حلك صحيح. طيب خلونا نشوف كيف طريقة حل الفيديو عفوا السؤال هذا. هذا عندنا الحل قدامنا، خلونا نتتبع الحل ونشوف كيف يعمل الحل. طبعا عندي هنا two methods، method المين والميثود اللي تسوي لي reverse. زين الميثود المين راح تسوي لي array اسمها list 1، فخليني احط هنا list list 1، هذه list 1 وهذه هي الarray اللي في list 1 فيها 6 عناصر 1 2 3 4 5 6 1 2 فيها هذه القيم اللي فيها والإنديسيز حقت الأري 0 1 2 3 4 5. طيب فإذا الآن الآن نبغى إنه الأري أو الميثود اللي عندنا اللي هي ميثود ريفيرس، مرة ثانية أنا حطيتها في الأري يوتيل زي ما قلت لك، بحط الميثودز في اللايبرري هذه حقتي والمكتبة اللي فيها ميثودز للأري. الميثود هذه نبغاها ترجع لنا أري. قبل ما نشوف فكرة الريفيرس كيف تعكس array، خلينا نشوف أول شيء كيف إنك تخلي الميثود ترجع لي array. أول شيء إني راح أعرف reference الarray زين، والreference هذا بدلا من إنه يكون new أو يكون يعني بدلا من أنا أسوي له initialization مضبوط، لا راح أقول إنه الreference هذا راح يستقبل الفاليو اللي تجيني من الميثود ريفيرس زين، والفاليو هي عبارة عن array في الهيب زين. إذن هذه هي الخطوة الأولى، أني أعرف reference هنا وأسوي له assignment ويستقبل لي الفاليو اللي راح تجيني القيمة المرجعة اللي راح تجيني من الميثود ريفيرس زين، والفاليو هي عبارة عن array. إذن بدلا من أن كنا قبل نكتب new مثلا انت ثم بعد كذا حاجة كذا هنا، أو من أن نحط أقواس حقت مجموعة ونحط عناصر جوا الأقواس هذه، لا الآن الميثود هي نفسها راح تعطينا الأري نفسها زين، هي اللي راح تسوي creation للأري وترجعها لنا في reference. إذن هذه هي الخطوة، هذه هذا الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية هنا أنه لما نجي نعرف الميثود reverse هذه اللي راح ترجع لنا الأري زين، فإنه لازم يكون التايب اللي نرجعه هو int ثم قوسين جنب بعض. إذا تذكر أنت، لو أذكرك مثلا لو الميثود نقول public، لو ميثود مثلا نفرض أنه static public static زين، كنا نكتب مثلا void إذا كانت الميثود ما ترجع لقيمة، أو كنت أكتب int إذا كانت الميثود مثلا هذه m، مثلا الميثود m بغض النظر وش البارامترز اللي تستقبله بس هذه هي الميثود. كنت اكتب void اذا كانت الميثود ما ترجع قيمه، كنت اكتب int اذا كانت ترجع لي integer، اذا كان جوا الميثود return الحاجه integer هنا مثلا return 5 زين، كنت اكتب double
مضبوط. لو كانت إذن هذه هي اللي استخدم التايب اللي ترجع الميثود، النوع اللي ترجع الميثود، لو كانت ترجع لي دبل وهكذا. الآن الميثود ترجع لي array فيها integers، فإذا أكتب int ثم قوسين int، معناته أنها القوسين هذول معناته أن array، والint معناه أن array هذه راح ترجع لي integers. إذا هذه هي الحاجتين الرئيسيات لما نجي نسوي ميثود ترجع لنا قيمة، أنه راح نكتب int زي كذا كتايب ترجع لنا الميثود. إذا الميثود ترجع لي int، لو الميثود ترجع لي char فإني ما راح أكتب int، راح أكتب شو اسمه، راح أكتب بدلا من int راح أكتب حاجة زي كذا char قوسين بعدها. زين، إذا هذه هي الحاجة الأولى. الحاجة الثانية إني لما أجي أستقبل القيمة اللي ترجع لي الميثود فإني راح أعرف يعني عندي reference وخليه يستقبل لي القيمة اللي ترجع لي من الميثود اللي عندي. طيب الآن خلينا نشوف جوا الميثود وش راح نسوي. طبعا هو طالب منا يقول لك إنك تسوي array جديدة ثم تعكس قيم الأري اللي عندك الآن في الأري الجديدة. طبعا الآن حنا راح نسوي بما أن عملية استدعاء هنا، بما أن عملية استدعاء لي ميثود زين، فإني راح أرسل الأري list one أرسلها هنا الريفرنس لي array. فإذا بكل بساطة طبعا أنا نسيت لأضع السهم هنا، هذا الريفرنس اسمه list one زين، فإني راح أسوي activation record جديد للميثود الجديدة مضبوط، وراح أضع فيه الريفرنس اللي اسمه array، هذا الريفرنس اللي اسمه array زين، والريفرنس هذا راح يأشر لي على الميثود، راح يأشر لي على الأري هذه. إذا شاركنا الأري list one بين الأري هذه شاركناها بين التو ميثودز زين، لكن نبغى array جديدة زي ما انت شايف هنا، هنا نبي نسوي array جديدة result اللي فيها result زين، وراح ناخذ قيم الأري هذه ونحطها في الأري الجديدة ولكن بشكل معكوس. إذا راح يكون عندنا two arrays هنا. لاحظ الآن كيف قديما كنا ناخذ array ونشاركها ونلعب في الأري هذه، نبدل عناصر، نسوي shift، نسوي شيء زي كذا. الآن لا، نبغى نسوي array جديدة فعلا، نبقي الأري حقتنا كما هي، نسوي array جديدة في الهيب مضبوط يكون فيها العناصر ولكن بالمقلوب. إذا الخطوة الأولى أن نسوي int result، فهذه أول شيء راح نسوي لنا result زين. خلني الأفضل أني أحط كذا عشان بس ما تتلخبط الأسهم زين، خلني أحط اللي تو الأري اللي تو خلني أحطها هنا، هذه array زين، وبعد كذا هنا هذا reference حق result، هذا هو الreference. والآن قال لك new int of array.length. الآن لما يجي يسوي الأري الجديدة، بما أني باخذ العناصر حقة الأري هذه وأقلبها، فإن لازم حجم الأري الجديدة نفس حجم الأري اللي عندي زين، لازم حجم الأري الجديدة لازم نفس حجم الأري اللي عندي، فأروح أسوي أري جديدة بنفس الحجم. هذه أري جديدة فيها عنصر، عنصرين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة زين، وممكن نرقم لك الأري الجديدة بصفر، واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة زين. إذا الآن الخطوة الأولى هنا سويت الأري الجديدة، وبعد كذا أحط هنا هذا يأشر على الأري الجديد. طبعا أول ما نسوي الأري الجديدة لازم نحط فيها أصفار، لكن ما راح أحط، يعني ممكن أحط فيها أصفار لكن ما راح أحط، أنا مفروض أن تكون فيها أصفار، هذه الانيشال فاليوز لأني ما سويت انيشاليزيشن، مفروض تصير انيشال فاليوز زين. مرة ثانية معنى الكلام هذا، سويت ريفرنس لأري اسمه ريزلت، هذا هو الريفرنس. بعد كذا سويت نيو array من نوع integer، هذه نيو array، كم حجم الأري؟ هو الأري دوت لينكث زين، الأري اللي هي هذه، الأري هذه البارامتر المرسل لي، وين الأري اللي هي هذه؟ هذه كم حجمها؟ فيها ست عناصر، فإذا أروح أسوي هذه فيها ست عناصر زين. طيب الآن الخطوة اللي بعد هذه الآن هي الفور لوب. الفور لوب وش راح تسوي؟ فكرة الفور لوب بشكل عام، فور لوب راح تمشي لي على الأري هذه الأولى تمشي بالترتيب زين. إذا الأري هذه راح تمشي لي هنا ثم يعني تمشي العنصر الأول والعنصر الثاني ثم الثالث ثم الرابع ثم الخامس ثم السادس زين، راح تمشي على الأري هذه راح تمشي بالمقلوب، راح
تمشي العنصر السادس ثم الخامس ثم الرابع ثم الثالث ثم الثاني ثم الأول. زين، فإذا راح أحط عندي عدادين، عداد I وعداد J. الـ I راح يمشي من صفر إلى خمسة عشان يمشي العناصر هذولا، زين، في الفور لوب. العداد J راح يمشي من خمسة إلى صفر بالتناقص بشكل يعني ريفيرس، زين، بشكل معكوس، يمشي لي من خمسة إلى صفر عشان يعبي لي الأري هذه. وهذا هو اللي سويته هنا عندي. قلت أول شيء سوي لي إنيشيال، هذه الإنيشياليزيشن هذه اللي ننفذها مرة واحدة في الفور لوب وبس وخلاص. زين، لاحظ أنها كبيرة هنا وحطينا هنا فاصلة، انتبه للفاصلة هنا، ليست فاصلة منقوطة وإنما فاصلة، هذه الفاصلة المنقوطة. زين، إذا هذه أول خطوة اللي قلنا ننفذها بعدين نشطبها، خلاص ننفذها مرة واحدة في الفور لوب وانتهينا. يقول لك الآي صفر، إذا راح يكون عندي هنا الآي صفر، هذا الآي قيمته صفر، والجي ياخذ لي طول الأري الجديدة ناقص واحد عشان أبدأ من آخر عنصر في الأري الجديدة اللي هو خمسة. طول الأري الجديدة ستة ناقص واحد، فراح يعطيني الجي هنا خمسة، هذا هو الجي. زين، الآن هذه انتهينا منها خلاص، هذه نقوم نشطبها بالشكل هذا، لأن هذه هي الانيشياليزيشن حقت الفور لوب ننفذها مرة واحدة وانتهينا. لاحظ السيمي كولن هنا وراح لاحظ هنا الفاصلة. الانيشياليزيشن في عمليتين وليست عملية واحدة. زين، الآن نبدأ، هذا هو شرط الفور لوب، وهذه بعد ما ننفذ البادي في كل دورة من دورات الفور لوب راح نسوي حاجتين، نزيد الآي بواحد وننقص الجي بواحد. واضحة الفكرة جدا. زين، الآي بتبدأ من هنا والجي بتبدأ من هنا، في كل مرة نزيد الآي بواحد، زين، نمشي على هذه، وفي كل مرة ننقص الجي بواحد نمشي بالعكس على الأري الثانية. وفي كل مرة بكل بساطة أنسخ لي result of j، أحطها، أحط قيمة array of i في result of j. يعني خلينا نطبق مثال، مثلا الآن الـ i بصفر والـ j بخمسة. زين، أقول array of 0، زين، الـ i بصفر، array of 0 اللي هي هذه القيمة هذه، زين، حطها، خذها وحطها لي في result of j، فخذ لي هذه القيمة هذه، خذها حطها في result of j، result j كم؟ خمسة، حطها هنا، مضبوط؟ فأجي أحط هنا واحد. زين، بعد كذا وش أسوي؟ أجي أمشي الآن، أمشي بالأري هذه عنصر زيادة، أزيد الآي بواحد زي ما أنت شايف هنا، أزيد الآي بواحد فيصير الآي يأشر لي هنا. زين، وزيد، يعني الآي هنا أحطه بواحد، مضبوط، ونقص الجي هنا، أنقص الجي بواحد فيطلع لي الجي أربعة. زين، فإذا الجي الآن الاندكس من الجي يبصير ياخذ لي العنصر الرابع بعد ما كنا الخامس خلصنا منه، الأول خلصنا منه، زين، حط صح عنده. الآن ننتقل هذا وهذا. زين، بعد كذا أقول array of i و result of j. وش i الآن؟ زي ما قلنا الآي عندي هنا بواحد، زين، فarray of i اللي هو العنصر هذا، زين، فإذا آخذ العنصر هذا، خليني أحطه بلون ثاني عشان يوضح لك، آخذ العنصر هذا array of 1، زين، array of i، الآي بواحد، إذا array of 1، آخذ العنصر هذا وروح أشيله وأحطه في هنا، زين، اللي هي result of j، الj بأربعة، فresult of j اللي هو العنصر هذا أحط فيه القيمة اثنين، فأحط فيه القيمة اثنين. لاحظ أني بديت أنسخ بالمعكوس. زين، طيب الآن راح تستمر لي العملية هذه إلى أن تنتهي اللوب. طيب شو يصير بعد اللوب الآن؟ خل أفرض أننا انتهينا من اللوب. زين، طبعا اللوب واضح جدا أنه تحطنا تملانا الأري هذه 1 2 3 4 5 6، طبعا بالمعكوس. لاحظ الأري تبدأ من الصفر، انتبه أن الأري تبدأ من الصفر، فعكسناها فعلا، هذه تبدأ من 1 إلى 6، هذه من 6 إلى 1، انعكست. زين، انتهينا من العملية هذه. الآن وش الخطوة اللي بعدها اللي تصير؟ مضبوط، راح نجي نقول return result. زين، وهذه هي العملية المهمة في آخر شيء، راح نقول return result. وش معنى الشيء هذا؟ معناه راح نمسح الاكتيفيشن ريكورد اللي عندنا هنا، زين، لأن انتهينا منه، ما عدا result. في result لو كنت لاحظ في result بحطه على جنب عندي هنا. زين، هذه result بحطه على جنب، هذه result، وش result وش فيها؟ زين، result راح تأشر لي على الأري هذه، مضبوط، طبعا هذا اللي مسحناها يعني قبل. زين، فهذه result تصير على جنب عندي، مضبوط.
شلنا الاكتيفيشن ريكورد، انتهينا من الميثود هذه، خلصنا منها، خلي احط عندها صح كبيره، انتهينا من الميثود هذه. الان نرجع للسطر هذا، وش يقولك؟ يقولك عطني الريزلت اللي عطتني اياها الميثود هذه وحطها في ليست 2. ليست 2 ايش عباره عن؟ عباره عن ريفرنس. هذا الليست 2، خلينا نحط الليست 2، هذا ليست 2 زين، ليست 2 ريفرنس. ايش احط فيه؟ احط فيه الريزلت. الريزلت ايش تسوي؟ الريزلت اشر على هذه، راح يكون يقوم ليست 2 يشير لي على الاري هذه. زين، اذا بالطريقه هذه استطعت انه يكون عندي اري جديده، اخذت الاري القديمه ونسختها بالمعكوس باستخدام ميثود، حطيتها في الاري الجديده. مره ثانيه، كيف نرسل ونستقبل بارامترز في الاري؟ زين، لازم تعرف ان الاري، ان الميثود ترجع لك. كيف نرسل ونستقبل بارامترز في الميثود؟ لازم تعرف ان الميثود ترجع لك اري، زين، على حسب نوع الاري، انت وقوسين. هنا قوسين معناته ان array و int لانها array of integers. زين، لازم تسوي جوا، اذا بغيت تسوي، يعني طلب منك انك ان الميثود تسوي لك array جديده وترجعها، فانك تسوي array جديده جوا وترجعها، مضبوط زي ما انت شايف هنا، ورجعناها هنا في result، وتيجي هنا تسندها للarray reference عندك هنا في الـ البرنامج.